الكربون والسيليكون نفس الكلام، يقع الكربون والسيليكون في المجموعه الرابعه، لكن بيختلف هنا بالرغم من ان الاثنين يقع في نفس المجموعه الا ان الكربون هو لا فلز بينما السيليكون شبه فلز. طيب يبقى يقع الاثنين في المجموعه الرابعه لكن بتختلف الخواص. هنا الكربون والسيليكون يقعان في المجموعه الرابعه. طيب الكربون لا فلز والسيليكون شبه فلز، طب هل في خصائص او مميزات بترتب على ان السيليكون شبه فلز؟ هل في استخدامات معينه السيليكون بيتم استخدامه فيها بناء على الخاصيه اللي مميزه عنه ان هو شبه فلز؟ طيب هنشوف الكلام. السلبيه الكهربائيه للكربون اعلى من السلبيه الكهربائيه للسيليكون. السلبيه الكهربائيه للكربون اعلى من السلبيه الكهربائيه للسيليكون. طيب السيليكون بما انه هو شبه فلز، بس شبه فلز امتى؟ هو شبه فلز وبالتالي فهو موصل او شبه موصل، شبه موصل في درجه حراره الغرفه اللي انا بقول عليها ايه؟ درجه الحراره العاديه. السيليكون من خصائصه ان هو شبه موصل في درجات الحراره العاديه، يوصل التيار الكهربي، لكنه عازل في درجات الحراره المنخفضه. عازل في درجات الحراره المنخفضه. طيب عشان كده انا بستخدمه في صناعه الدوائر الكهربيه او بيسميها لي الدوائر الالكترونيه الاثنين، سواء بتكلم على الدوائر الكهربيه او الدوائر الالكترونيه، انا بتكلم على استخدامات السيليكون الشهيره. فبيجيني بعد كده الكربون من ضمن خصائصه هو السيليكون، ان الكربون يقع في الدوره الثانيه والسيليكون في الدوره الثالثه، يبقى الكربون والسيليكون الاثنين في المجموعه الرابعه، لكن الكربون يقع في الدوره الثانيه والسيليكون في الدوره الثالثه. الكربون لا فلز، اما السيليكون فهو شبه فلز. السلبيه الكهربائيه للكربون اعلى من السلبيه الكهربائيه للسيليكون. نيجي للمعلومه اللي احنا بنتكلم عليها، ان الاهميه الصناعيه للسيليكون ان هو يستخدم في صناعه الدوائر الكهربائيه. عشان كده يجيني سؤال شهير بيقول لي فسر العباره التاليه او بما تفسر يتم استخدام السيليكون في صناعه الدوائر الكهربائيه. اللي احنا اتكلمنا عليها ان السيليكون واحد اقل تاثرا بعوامل الرطوبه والصدمات، عشان كده هو موصل باختلاف درجات الحراره، درجه الحراره لما تنخفض هو يكون عازل، لكن درجه الحراره الغرفه العاديه هو موصل. رقم اثنين السيليكون عازل في درجات الحراره المنخفضه وشبه موصل في درجات الحراره العاديه. يبقى السيليكون عازل في درجات الحراره المنخفضه وشبه موصل في درجات الحراره العاديه. السيليكون نقي وبذلك هو اقل تاثرا بعوامل الرطوبه.